أهلا بكم في حلقة جديدة، موضوع الثعابين في الأفلام. دخلت الثعابين في صناعة الأفلام بشكل كبير جدا، كانت مصدر جذب. ليه؟ لأنه الثعابين بالنسبة للناس حيوان مخيف، حيوان مرعب، حيوان خطر، حيوان غامض في أشياء كثير جدا ما هي واضحة، ما هي معروفة في الثعابين. فاستغلوا الحكاية هذه في إنتاج الأفلام. شفنا أو سمعنا عن أفلام كثير جدا خاصة بالثعابين، أو كان الثعبان هو بطل الفيلم، مثلا فيلم أناكوندا، فايبر، سنيكس اون ابلين، سنيكس اون اترين، في فيلم اسمه هس، أشياء كثيرة جدا دخلت، حتى فيلم موميا كان في ثعبان، انديانا جونز. طبعا أفلام كثير جدا على مستوى العالم، مو بس الأفلام الأمريكية، الأفلام الهندية، الأفلام الأمريكية دخلت فيها الثعابين بشكل كبير جدا، وكان الثعبان هو بطل الأفلام هذه. الأفلام هذه بتكبر وبتهول وبتزيد الدراما في الموضوع، بتزيد الأكشن في الموضوع. يعني فيلم أناكوندا مبالغين جدا في حجمه، مبالغين جدا في تصرفاته. كفيلم ما في مشكلة، لكن لما نأخذ المعلومات هذه نحطها في راسنا إنه الأناكوندا هي كده، هذه تصرفاتها، هذه طبيعتها، أعتقد كده بيغيروا مفاهيم الناس وبيزيدوا خوف الناس ورعبهم من الثعابين. الثعابين اللي في الطيارة، لو شفنا الفيلم أو نتذكر أحداث الفيلم، كانت بتعض الناس وهم نايمين وهم قاعدين، وبتجيهم وتطالع فيهم وبتعضهم في كل مكان، في وجههم، في رجلهم، في يدهم. الحكاية هذه حكاية غير صحيحة نهائيا، لأنه ما في ثعابين بتيجي للشخص وتهاجمه. الثعبان بيدافع عن نفسه، لو تعرض في يوم من الأيام لموقف يحس أنه خطر يحاول يدافع عن نفسه، لكن انه هو يجيك ويعضك عشان يقتلك ويتخلص منك، اعتقد الحكاية هذه مبالغ فيها بشكل كبير جدا، وبتزيد الطين بلة. الناس اساسا مرعوبين من الثعابين، نجي احنا كمان نرعبهم او نزود الرعب اللي موجود عندهم، نغير المفاهيم، بدل ما نغيرها ايجابيا بنغيرها سلبيا. هنا لازم نوقف ولازم نفكر ونشوف اللي بنشوفه في الأفلام، أو حتى في الأفلام الوثائقية الخاصة بالثعابين. أحيانا بنشوف ثعابين بتسوي تصرفات غريبة، لازم نفكر في كل حاجة، مو بس الأفلام الأمريكية أو الهندية أو الصينية أو أيا كان، لا، نفكر في كل حاجة، في كل فيلم، في كل شيء نشوفه عن الثعابين، نفكر فيه بشكل علمي ونشوف هل الكلام هذا كلام صح ولا غلط، هل الكلام ده نعتمد عليه وناخده كمعلومة ونخليه عندنا في الذاكرة لو احتجناه في يوم من الأيام، أو نلغيه من حساباتنا ونحطه في سلة المهملات. أتمنى من الجميع، وزي ما بوصف كل الحلقات، إنه نوقف نفكر نتأمل نتدبر ونشوف الصح نخليه، ولا مو صح نرميه ونبعده عننا، لأنه موضوع الثعابين موضوع حساس وموضوع خطر، موضوع لازم نحتاط فيه ولازم يكون عندنا فيه تصرف صحيح، لازم ناخده بشكل علمي، لأنه الخطأ فيه خطأ قاتل. تحياتي لكم وأتمنى لكم السلام. أعزائي متابعين اليوتيوب، لو عجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.